هل يستطيع الذكاء الصناعي جعل الأموات يتحدثون؟ ما مدى أخلاقيتها وفائدتها؟ قصتنا اليوم يا سادة عن تقنية تكنولوجية تستخدمها عدة شركات لإتاحة تفاعل الأحياء مع الأموات. ففي كوريا الجنوبية قام رجل يدعى لي بيونغ هوا قبل أن يتوفى بسبب السرطان بإنشاء نسخة رقمية منه عن طريق شركة ديب براين اي اي التي سجلت مقاطع مصورة له على مدى ساعات للرد على أسئلة زوجته بعد وفاته. وفي الولايات المتحدة استعان الممثل ويليام شانتر بشركة ستوري فايل لإنشاء نسخة افتراضية عن نفسه قبل أن يغادر هذه الدنيا. حينها قام بتسجيل آلاف الإجابات على الأسئلة المختلفة لإطلاق برنامج دردشة يستطيع التحدث مع المعجبين بعد وفاته. وفي الصين توفر بعض شركات تنظيم الجنازات إمكانية التفاعل مع الأموات افتراضياً خلال جنازتهم بالذكاء الصناعي. وفي روسيا أنشأت المهندسة يوجينيا كيودا روبوت رومان على اسم صديقها الراحل ومدته بآلاف الرسائل القصيرة التي أرسلتها لأقاربه بهدف إنشاء ما يشبه النسخة الافتراضية عنه. أما في بريطانيا تسعى شركة سيمينيوم سبايس ومقرها لندن للاعتماد على الميتافيرس لتصنع نسخا افتراضية عن المستخدمين خلال حياتهم ليكون لهم وجود في العالم الموازي بعد وفاتهم. والسؤال الذي يطرح الآن هنا، لأي مدى يمكن القبول بوجود افتراضي لشخص عزيز متوفى يمكنه بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي قول أشياء لم يقلها قبل وفاته؟